السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو. راح نهضروا على لاغراف وكدرت ديجا اون فيديو على لاغراف وبهذا تيليكو اون بلوس مي حبيت ندير لا سويت. بما نبدا الفيديو حبيت نقول لك تفاهم النهار اللي قلت لك مدام معليش نسقسيك زعما هذا العام ما فيش لاغراف. انا نتمنى على كل حال باش تكون عندنا سنه هادئه. تي مينيون بون بغيت نوليو السوجي تاعنا على باليش الا نتوما تاني بصح انا لاغراف جامي جاتني بارفيت باش كاين اساتذه ما يخدموش لاغراف. الو قريتو ها انجلي داكور براه انا كيقول لي واحد هكذا نفهمها قريتو بيستولي داكور. بون لاغراف فيها حوايج بوزيتيف وحوايج نيجاتيف. ديجا الحاجه الاولى في حوايج بوزيتيف هي تشبع القلب. تشبع القلب تري 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 بيان. لا دوزيام شوز هي مكتبوش لي زابسون دونك ما تخممش كيفاش تجيب البيي دونتخي. الحاجة الثالثة هي لابلوز امبوغتون تكون عندنا الوقت باش نريفيزيو نحفظو نريكوبيرو دروس اللي فاتونا. الحوايج نيجاتيف ديجا بخوميغمون ما خبيوش على بعضنا مي كاين اساتذة ما يحشموش. اوكي استاذ الاستاذ اللي راكم تشوفوا هذا الفيديو ما تلومونيش باسكو سي ستي فيديو ماشي سي ديرو ديفوار في نص الكراب مي سي دو كاكا اون بواط. الو وي مزيج الا ديفوار تاعش اوكي راح نكمل درق هادي و بعد نجيب جيستيفيكاسيون ميديكال مع داك الطبيب. ديزيامون تكون كاينه لاكراف نتا ما تروح لي ليست تاعك يديسيدي باش ما يديش لاكراف. الو قريتو ها سي راه فين عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها. بون ما تبارطاجيوهاش بزاف باش توصل لي بروفو ولا انت ما درتوش لاغراف معليش القرايه مليحه غير هي اللي تفيدك. وقبل ما اعطيكم كف لونسي كوم ابتي ديفي هو ديباس سكور دو جيم اللي درتو المره اللي فاتت هو هذا تشو.